يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، مستمرين معاكم بالتهاني والاغاني والفرح في هذا اليوم المميز ثاني يوم العيد، واليوم في ضيفه عزيزه علينا وحبيبه على قلوبنا كلنا، وحرصت انها تكون معنا وتشاركنا هذه الفرحه. معنا في الاستديو الفنانه شذى حسون. هلا وسهلا فيكي، كل عام وانت بخير. عيد سعيد والف خير بالصحه والعافيه، وسعيده اكيد اكون وياكم اليوم، واهني كل الشعوب العربيه بالعيد، وان شاء الله يكون عيد خير وامان وترجع ايامنا مثل قبل واحسن يا رب. امين. شذى، انت ما شاء الله من النجمات اللي دائما اكتف في الاعمال الجميله والاعمال، وسواء سينجلز او البومز دائما متواجده. كيف اثرت الفتره الماضيه او الفتره اللي الان احنا قاعدين نعيشها، طبعا فتره الحجر والبقاء في المنزل، على هذا الشيء، على العطاء الفني؟ هو اكيد يعني العطاء الفني الواحد بالفتره اللي فاتت بالاخص كانت شوي صعبه، انه كل الناس كانت حريصه انه تهتم بنفسها، حريصة أنه تضل بالبيت، حريصة تعرف شنو أخبار هذه الوباء اللي بيناتنا وهذا، فكانت شوي صعبة أنه نعطيهم أعمال فنية غنائية، لأنه مودهم ما كان أبداً فن. بس أتصور اليوم الناس ممكن نقول تعودت على هذا الموضوع، وبنفس الوقت تحس حاسين شوي ب يعني يتنفسون، يعني من خلال انه يسمعون اغاني حلوه او ابداعات حلوه، مو فقط اغاني بصفه عامه يعني. فيعني اكيد هالفتره ابدا يعني ما حاولت اقدم اي شيء يعني الشهرين اللي فاتت، بس بالضبط قبل الوباء كان مكتفي اكتفيت قبل الوباء يعني انت قصدك اكتفيت، فطلعتها بالضبط يعني بعدها اقل من اسبوع أو أيام، يعني صار الحظر بكل مكان يعني بالوطن العربي بالأخص. أنت موجدتها ولا جت؟ والله لا يعني بالعكس لا والله أبدا بالعكس، يعني أنا لو أدري كنت أجلتها، يعني لأنه أغنية عزيزة علي وأغنية من كلمات إذا عزيزة عليك أبغى أسمعها، أو كلنا نبغى نسمعها هسه. يلا يلا. مكتفي بك عن العالم مغنيني، ودي أنا قربك أكثر إنسان يعنيني. مكتفي بك عن العالم مغنيني، ودي أنا قربك أكثر إنسان يعنيني. هاي مقطع. يسلم، يعطيك العافية. صوت الجميل.